قبضة رجال الأمن. ثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود جميعهم من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مخالف نظام أمن الحدود. تم القبض. خمسة مقيمين من عدة جنسيات ظهروا في مقطع فيديو متداول يقومون بتحميل لحوم في مركبة أجرة مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية. تم القبض. 13 مخالفا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانا لتجميع المسروقات، حيث ضبط فيها 954 غطاء حديدية. تم القبض. 12 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية امتهنوا العمل لحسابهم الخاص في غسيل المركبات بمواقف أحد المجمعات التجارية. تم القبض.